بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وكل الشرفاء والأحرار في العالم بمناسبة عاشوراء الحسين. اللهم أدم هذه النعمة على المسلمين، اللهم أدم النعمة على العراقيين، اللهم لا تجعله آخر العهد منا لتجديد العهد مع إمامنا وسيدنا أبي الأحرار الحسين عليه السلام. يا أول عشيق هايم بصديق، ش ما يمشي العمر بعاشور اختني، دمع وناظري عاشن بالسبيل، صورة مصرعك مشهد مدمعي، قانون الدمع مصدر عشيق ما بين الأحباب. بسم الله الرحمن الرحيم. نعزي أنفسنا والعالم الإسلامي بذكرى عاشوراء واستشهاد أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام وصحبه الأبرار، كما نود أن نشكر هذه المؤسسة الرائعة التي جسدت أرقى معاني الحب والوفاء للإمام الحسين عليه السلام وأصحابه بإحياء هذه الذكرى. اختلف دمع بمصابك لا حل يترى، ويجرت النفس عايش سهم يحكي للإمصار، ويجرت النفس عايش سهم يحكي للإمصار، دمع بكل كتب وأنا ابن الصغور. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا سيدي ومولاي أبا عبد الله وعلى أخيك بالفضل العباس بن أمير المؤمنين. نعزي صاحب العصر والزمان وشيعة آل البيت ومراجعنا العظام، ونعزي أنفسنا بهذه الأيام الأليمة، أيام السواد، أيام انتصار الدم على السيف، الأيام الذي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنها تركت حرارة في قلوب المؤمنين. الحقيقة نشكر هذه المؤسسة، هذه المؤسسة العريقة اللي كل عام ولها تجدد في مصيبة أبا عبد الله ورفع راية الحسين، ونبقى نردد لبيك يا حسين، وهذا شعارنا إلى الأبد وإلى اللقاء. عميد الشرطة الحقوقي مزهر جابر يوسف. أحضر مجلسك والطمع الصدور، كل عاشور أحس صابك جنميس، بالفطرة وشفيت انت اعظم درهين. يا ميم وقلم صدرك كم سهم، يا صورة سبب يا الشايل علم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نتقدم بالمواساة والعزاء إلى صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية وإلى جميع المؤمنين والمؤمنات بهذا المصاب الجلل والمصيبة الكبرى، ألا وهي استشهاد أبو الأحرار والثوار الإمام الحسين روحي وأرواح العالمين والفداء. ونقدم التعازي والشكر إلى الأخوة في مؤسسة مالك الأشتر على هذا الكرنفال الرائع، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لهم في كل عام وفي كل سنة. فخر ومذخري دنيا وآخري، والله المنحرك يرخص منحري، يا حسين العمر عاش وتربى بنص طفوفك، وأنا من الصغور عيني على بابك ما تعوفك، محظوظ اش كثر صرت بمنامج قد اطوفك. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى معزي الحسين. السلام على قطيع الكفين وحامل اللواء وساقي العطاشة أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين. أعظم الله لنا ولكم الأجر والعزاء إلى صاحب العزاء مولاي بقية الله في الأرض مولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هؤلاء هم المعزون الذين يعزون آل بيت رسول الله ويعزون مولانا صاحب العصر والزمان ويعزون الزهراء ورسول الله لهذه الفاجعة الأليمة، فاجعة الطب، فاجعة الآباء، فاجعة التضحية والإيثار. وهذه معزون يعزون مولانا الحسين بفقد أخيه أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين، هذا الأخ المواسي. صرت بملامش قد أطوفك يا أجمل حليم في أقدس سنين، شفتك من ذبيح لكن مبتسم، عشت بكربلاء نوم الطفح له بس كتل الخدم هز جف بألم. السلام على أشرف المرسلين أبي القاسم المصطفى الأمين وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. كذب الموت فالحسين مخلد، كلما مر زمان ذكره يتجدد. اليوم حضر اتحاد شباب وكفاءات قبيلة كنانة في ميسان في مؤسسة مالك الأشتر لإحياء الشعار الحسينية تجديداً وتجديد الولاء لأبي الشهداء الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله كل عام وذكر الحسين يتجدد في قلوب المؤمنين، وكما قال الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن للحسين جمرة في قلوب المؤمنين لن تبرد أبدا. إن شاء الله نحن ثابتون على العهد وباقون على هذا الولاء للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا نشكر مؤسسة مالك الأشتر لإحياء الشعائر الحسينية على هذه الجهود الكبيرة في إحياء مراسم أبي عبد الله الحسين. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاضل جاسم الكناني من اتحاد شباب وكفاءات قبيلة كنانة في ميسان.